جائزة نوبل للأدب من أكثر الجوائز شهرة وعراقة على مستوى العالم بأسره، ويضفي الفوز بها مكانة كبيرة لصاحبها ويلفت أنظار العالم إلى مؤلفاته لقراءتها وترجمتها. ويرجع تاريخ نوبل للأدب لعام 1901، ولم يحظى بها في عالم الأدب العربي سوى الكاتب الكبير نجيب محفوظ عام 1988. وقد اقترب من سماء نوبل العديد من قامات الفكر والأدب في مصر والعالم العربي، منهم من تم ترشيحه للجائزة أكثر من مرة، من أوائل الكتاب المصريين المرشحين لنيل جائزة نوبل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، وذلك في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي. أيضاً من الكتاب المصريين الذين تم ترشيحهم للفوز بها الكاتب والروائي يوسف إدريس، والكاتب أنيس منصور، والكاتب توفيق الحكيم. وفي سجل الأدب العربي تم ترشيح العديد من الأسماء الهامة مثل الشاعر الفلسطيني محمود درويش، والشاعر السوري أدونيس، والشاعر العراقي مظفر النواب، والروائي الليبي إبراهيم الكوني، وغيرها من الأسماء.